خلينا نرحب بنجومنا النهارده في كوره كل يوم. هناخدهم كده بقى من الشمال اليمين من الشمال. كابتن امير عبد الحميد نجم النادي الاهلي طبعا السابق وحارس مرمى منتخب مصر والنادي الاهلي. ازيك كابتن امير؟ حبيبي كريم، اخبارك يا نجم؟ الحمد لله كله تمام. وحشني والله. الله يخليك امير. كمان كابتن احمد عادل الظهير الايمن بقى السابق للنادي الاهلي. ازيك يا كابتن احمد؟ حبيبي يا كابتن كريم، سعيد ان انا موجود معاك النهارده وطبعا بنورك. الله يخليك. وبعدين معانا مراكز مختلفه، حارس مرمى ودفاع ناحيه اليمين ونوعين نص ملعب. لا ده جوكر، ده جوكر. لا ده جوكر بيلعب في كل حته. كابتن حسام حسن محللنا طبعا في قناه الحياه. ازيك يا كابتن حسام؟ حبيبي يا كابتن كريم، مبسوط ان انا معاك ومع الكباتن طبعا نجوم مصر كابتن امير وكابتن احمد عادل. الله يخليك. النهارده يوم حلو للاهلي بصراحه، يعني يوم كل حاجه حلوه، جماهير واداء ونتيجه مكاسب ماليه، ويعني بصراحه يوم استمتعنا بيه واحنا بنتفرج على الاهلي والعين الاماراتي. نعم، ما حدش هيتكلم ولا يعني طبعا كريم ببارك في البدايه للنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي ومجلس اداره واللعيبه والجهاز الفني وكل من ينتمي للنادي الاهلي. النهارده كان يوم جميل جدا. النادي الاهلي كشكل عام من جمهور، من التحضيرات للقاء، من تنظيم، طبعا بنشكر الشركه المتحده عامله مجهود كبير جدا، كل المسؤولين على اليوم النهارده بشكرهم جدا. يوم جميل، جمهور عظيم، لعيبه ادت بشكل كويس جدا في اللقاء، وبنشكر طبعا العين الاماراتي على ان هم جم ولعبوا ماتش كويس، وجمهور كمان كان مثالي لنادي العين. النادي الاهلي النهارده طبعا السر في كل الكلام ده كريم في ان النادي الاهلي ماتش السوبر الافريقي كان بطوله كبيره جدا، والنادي الاهلي ان هو يخسر بطوله كبيره زي دي ضد نادي الزمالك. نادي الزمالك نادي كبير وعنده جمهور، اصلا ماتشات الاهلي والزمالك دي بتبقى بطوله نفسها، يعني لوحدها دي بتبقى بطوله. انك انت تخسر بطوله سوبر افريقي، بطوله مهمه جدا، كانت بالنسبه لجمهور النادي الاهلي واللعيبه والجهاز الفني كارثه. وطبيعي ان انت بعد 10 ايام ولا حاجه هتلعب نادي الزمالك برضو بنسبه كبيره، انك والطبيعي انك انت هتوصل للنهائي انت ونادي الزمالك في بطوله السوبر. اربع فرق اقوياء جدا، نسخه قويه جدا بطوله السوبر. فطبيعي النادي الاهلي كان اكيد هيستعد كويس جدا للقاء الثاني، ان ما ينفعش يخسر ماتشين من نادي الزمالك وبطولتين ورا بعض. فالفتره دي كان في ضغوطات كبيره جدا على اللعيبه، ماتشات اهلي وزمالك اصلا دي لوحدها ضغوطات. وانا كنت عارف النادي الاهلي النهارده هيأدي بشكل كويس وهيلعب بنتيجه كويسه قدام جمهور عظيم اللي هو جمهور النادي الاهلي، لان خلاص انت عديت الضغوطات. يعني انت شفت ايه رايك امام عاشور النهارده؟ ادى بشكل كويس لان عليه ضغوطات في ماتشات الاهلي والزمالك اللي فاتت. النهارده بيأدي بشكل كويس، بيجيب جول كويس قوي، وكان من نجوم اللقاء. لعيبه النادي الاهلي اتحررت من الضغوطات اللي كانت موجوده في ماتش الاهلي والزمالك، قدروا يلعبوا النهارده ماتش كويس، قدروا يضغطوا نادي العين، درسوا نادي العين كويس جدا. يمكن نادي العين عنده لعيبه كويسه جدا على الورق، ولكن في اللقاء النهارده لعيبه النادي الاهلي بالالتزام التكتيكي اللي قاموا بيه قدروا يوقفوا كل المحركات اللي هي القويه جدا، واهمهم طبعا رحيمي لاعب المغرب. اللعيبه ادت بشكل كويس، كل الخطوط منظمه، تركيز غير طبيعي من الـ من الـ من اللعيبه، وبطوله في نفس الوقت بتدخل لسيفي النادي الاهلي. فاللعيبه عارفه قيمه اللقاء النهارده، هتوصل زي ما يعني الناس بتتكلم، يمكن احنا لعبنا في كاس عالم قبل كده، انت بتلعب ماتش مشاركه بس بتاخد فلوس كويسه جدا، اللقاء اللي بعديه بيبقى نفس القصه. وفي ميزه كمان يا كريم، ان انت عندك بطوله كاس عالم الانديه كانت بتبقى مجموعه، وفي نفس الوقت انت بتلعب ماتش وبعديه بثلاث ايام ماتش، لكن انت عندك فرصه كويسه جدا انك انت بتكسب النهارده بطوله افرو اسيوي زي ما بيقولوا، وبتعدي دور توصل للدور قبل النهائي. بعد كده هتلعب كمان قبل النهائي في دوله عربيه، جمهور عظيم هيبقى موجود برضو النادي الاهلي، فليه لا ما توصلش للنهائي وتلعب وتوصل للعالميه وتوصل للنهائي كاس عالم الانديه. فانا شايف ان النهارده يوم جميل، ببارك للنادي الاهلي تاني، واتمنى ان شاء الله النادي الاهلي بعد كده يعني التوفيق ليه ويلعبوا بشكل افضل من كده. خلاص عايزين نتناقش بقى فنيا في الماتش النهارده. ازاي كابتن احمد قدر النهارده كولر ولعيبه الاهلي ما حسيناش خالص بخطوره العين، رغم ان احنا لسه الاسبوع اللي فات كنت بتفرج على العين الاماراتي في ماتش مع الهلال السعودي في دوري ابطال اسيا، ماتش خلص 5-4، وشفت لعيبه العين عندهم مهاجمين مميزين، فرقه هجوميه
يعني جايبه 4 أهداف في الهلال، الفريق القوي النهارده. كولر كتف لعيبه العين، ما شفناش العين النهارده كفريق خطر، الاهلي كان مسيطر طول المباراه. بص يمكن دي طبعا بحب ابارك طبعا لجماهير النادي الاهلي ومجلس الاداره، بطوله مهمه تضاف لتاريخ النادي الاهلي. لكن فنيا الراجل مستر كولر عنده ملكه ان هو بيقدر يقرا الفرق الخصم اللي بيلعبها كويس، يقدر يقرا مفاتيح اللعب سواء نقط الضعف او نقط القوه في فريق العين. وده راجع للاستراتيجيه اللي بيلعب بيها مستر كولر، وهو مش هنقول تكتل دفاعي لكن تنظيم خطوط، يعني منظم بشكل كبير جدا، تقارب الخطوط بينها وبين بعض، وده اللي الراجل بيشتغل عليه دايما. ممكن يضغط عالي، الخطوط دايما قريبه من بعض، ضغط عالي كتير، توجيه فترات كتير طبعاً في الماتش طبعا. وده عنده، انا مش هطلب من اللعيبه كابتن كريم ان هي تضغط عالي الا لما يكون عندي لعيبه بتوجه الضغط كويس، وطبعا ابرزهم مروان عطيه ان هو بيوجه الضغط وبيضغطه في نقطه معينه لاستخلاص الكوره، لان فريق العين مهم جدا يرتكب اخطاء، وده اللي اشتغل عليها مستر كولر. خلي بالك في جونين النهارده من الهدفين، في هدفين من الـ3 أهداف بخطأين. ما هو انت الكرة بتاعت أسامة أبو علي خطفها من يحيى نادر، والجون الثاني كمان برضه الثالث ضربة الجزاء، لا غير ضربة الجزاء، الكرة الثانية الجون الثاني أسامة أبو علي، الجون الثالث ضربة الجزاء ضربة الجزاء أسامة أبو علي خطفها من المدافع بتاع العين وعملها لعمر كمال عبد الواحد. ما هو عملية الضغط خطأين طبعا، لازم تستغل الأخطاء، لازم مهم جدا إن أنت يبقى عندك أدوات تستغلها حتى في موضوع الضغط العالي، لأن بيحتاج قوة بدنية بشكل كبير جدا إن أنت تبقى حاضر دايما في المباراة. اعتقد ان الراجل الاستراتيجيه اللي بيلعب بيها وفرض اسلوب اللعب هو ده اللي اداله الافضليه، زائد ان صعبه كابتن كريم على اي فرقه لو هتلاعب النادي الاهلي جيم مفتوح هتعاني، لان النادي الاهلي عنده 6 أو 7 مفاتيح لعب بيقدر يستغلهم. لو في مساحات عندك حسين الشحات بيستغل مساحات، طاهر بيستغل مساحات، وسام ابو علي بيتحرك بشكل هايل ما بين الخطوط، حتى في الضغط بتاعه يعني طبعا هو عنده سرعات جد. كمان عنده سرعات بيقدر يستغلها بشكل كويس، وده ظهر النهارده وظهر قبل كده. فاعتقد ان الاستراتيجيه او سيستم اللعب اللي لعب بيه الراجل، التوازن بين الدفاع وبين الهجوم، ده اداله افضليه في المباراه. حسام كنا كلنا متخيلين الاهلي هيبقى طالع من ماتشين سيراميكا والزمالك مجهد، ويعني كان في بعض اللعيبه بتشتكي باصابات الاسبوع اللي فات بعد ماتش الزمالك، ولكن النهارده لا، ما حسيناش، حسينا لعيبه النادي الاهلي خفيفه جدا في الملعب، اللياقه البدنيه عاليه، بيضغطوا ضغط عالي من بدايه المباراه، واداء الاهلي ما تاثرش خلال ال 100 دقيقه اللي اتلعبوا والوقت الضايع. خلينا نقول يا كابتن ان النادي الاهلي عنده سكواد كبير جدا، عنده في كل مركز 2 و3 لعيبه يمكن افضل من بعض يا كابتن احمد، وبالتالي دي ما بتسببلوش اي معاناه سواء في الدوري او في اي بطوله بيشارك من خلالها. لكن في ميزه الراجل اشتغل عليها، يمكن احنا كنا اتكلمنا عليها قبل كده، ان كولر في طريقه ان هو يغير طريقه واسلوب اللعب بتاعه. النادي الاهلي الفترات اللي فاتت او السنه اللي فاتت واللي قبلها كان بيشتغل على 4-3-3، حس كابتن امير ان هو بدا خلاص الفتره الاخيره دي ان هو ما ياخدش المردود لا الهجومي ولا الدفاعي من الفكره بتاعت لعيبه نص الملعب الثمانيات، لان احنا عندنا الثقافه بتاعت لعيبه نص الملعب في الجزئيه دي، في فكره ان انا اشتغل بوكس تو بوكس وان انا اشتغل الادوار الدفاعيه واشتغل الادوار الهجوميه كابتن كريم، ما بتتعملش بنفس الكفاءه اللي بيبقى محتاجها مدرب شغال تحت ضغط كبير جدا ان هو عايز يحقق بطولات ويحقق دايما مكاسب في نادي كبير بحجم النادي الاهلي. وبالتالي بدا ان هو يوظف اللعيبه بالشكل ده، فبدا يدخل كوكا كلاعب نص ملعب تاني موجود في نص الملعب جنب اكرم كمان ظاهر، حتى واكرم موجود، ما كان بيشتغل كان بيشتغل اكرم ومروان عطيه الاثنين بيشتغلوا بشكل عرضي وبيريحوا امام عاشور، ويبدا ان هو يحرر امام عاشور. قبل كده كان دايما امام عاشور لما بيلعب 8 صريح دي بتيجي على حساب الناحيه الدفاعيه، وبتيجي على ناحيه حساب الحاجات الهجوميه، بيروح ويرجع وبياخد برده يعني بيقفل الخط على حسين الشحات، بيقفل الخط كان قبل كده على علي معلول. فبالتالي هو حب يفضي الحته دي، امام عنده قدرات وعنده امكانيات عاليه جدا بدنيه، وعنده يعني فعاليه هجوميه كويسه، يقدر ان هو يشتغل لك على الجون بشكل كويس ويبقى مساند جيد جدا في ظهر اسامه ابو علي. فبالتالي فكره ان انا العب باثنين بشكل عرضي في نص الملعب هي اللي اديته الافضليه، وفي نفس الوقت قللت الاخطاء كابتن احمد والدفوات على خط الظهر. خلي بالك دايما النادي الاهلي لما بيتخلق في مساحات ما بين نص الملعب وخط الظهر تبقى مشكله كبيره جدا، خصوصا لو انت بتلعب قدام فرقه عندها حلول وعندها تحول من الدفاع للهجوم بشكل كويس، وعندها لعيبه قدام بتقدر ان هي تشتغل في المناطق الهجوميه بشكل كويس جدا، مع فكره طبعا ان واضح ان كان يحيى عطية الله واخد تعليمات دفاعيه، نفس الكلام اكرم ما بيتقدموش كتير، فبالتالي ده ادى مساحه كبيره ان طاهر يظهر الفتره الاخيره بشكل كويس ويبدا ياخد ثقه الراجل، نفس الكلام حسين الشحات رجع للاداء المميز بتاعه اللي كان بيشتغل بيه قبل كده، الكلام ده بيريح مين؟ بيريح اسامه ابو علي
ان هو بيشتغل في مساحات لعب صغيره مش كبيره، فبيفضل مجهود البدني موجود طول ال 90 دقيقه، ما بيتعبش بسرعه، فبيساعد امام عاشور ان دايما يبقى قريب من الجون. عشان كده في بعض الحالات احنا جايبينها هتبص تلاقي النادي الاهلي كابتن احمد وكابتن امير من اول دقيقه، من اول دقيقه في الماتش لحد مثلا الدقيقه 30 لحد ما جاب الجول، جاب الجول تقريبا في الدقيقه 27. ده التمركز بتاع النادي الاهلي. بص لعيبه النادي الاهلي بتلعب فين؟ في ال 50 متر اللي هو التلت بتاع نص الملعب. يعني احنا بنضغط كلنا مع بعض، كلنا تحت الكوره، خطوط كلها كابتن احمد قريبه، الاربعه المساكين واقفين بشكل كويس، الاثنين الديفندرات برضو نفس الكلام، عندك الثلاثه بتوع النواحي الهجوميه امام وعلى شماله حسين الشحات، وعلى يمينه نفس الكلام طاهر، قدامهم اسامه ابو علي، الناس كلها شغاله كويس. مستحيل ان انت تتضرب بالشكل ده تماما خالص، يعني الكره مش مستحيل ان هي تعدي ما بين الخطوط بالشكل ده، خصوصا ان اصلا لعيبه العين الاماراتي حتى الانتشار بتاعها ما يديلكش ايحاء ان هو ممكن يطلع بالكره من المناطق الدفاعيه بتاعته بسهوله. فتبص تلاقي دايما النادي الاهلي بيقدر ان هو يستخلص بمنتهى السهوله، وبيبقى استخلاصه قريب من نص ملعب العين، فبيلعب الشوط الاول كله في نص ملعب فريق العين الاماراتي، فبالنسبه له الادوار الهجوميه سهله، ما فيهاش مجهود بدني كبير، فيها فعاليه هجوميه اكتر، فيها ضغط دفاعي كبير جدا على فريق العين، قدر ان هو يخليه يستهلك معدلات بدنيه كبيره، وبالتالي دي فرقت معاه حتى في التحولات الهجوميه ما كانش بيقدر ان هو يعملها بشكل كويس. لا في برضو بعض النماذج الثانيه، بص الضغط يا كابتن احمد، ده طول الماتش حسين بيطلع يضغط من قدام، يحيى في ظهره، هتبص تلاقي مروان عطيه، امام عاشور، وسام ابو علي، طاهر محمد طاهر، هتبص تلاقي كوكا او مثلا اكرم توفيق الناحيه الثانيه في ظهرهم الناس، يمكن هنا بس في ديلي شويه من الناس بتوع خط الظهر، المفروض ان هم يزقوا نفسهم نوعا ما عشان ما يبقاش فيه مساحه، لان ممكن الكره لو طلعت في المساحه دي يبقى فيها خطوره على النادي الاهلي، لكن برضو المجموعه اللي قدام قدروا ان هم ينجحوا ان هم ما يدوش الفرصه عند منطقه جزاء. في برضو هتلاقي موقف تاني او نموذج تاني نفس الكلام، برضو نفس الكلام، بص يا كابتن كريم الخطوط كلها قريبه من بعض، يعني مستحيل انت مش هتبني الهجمه، انت مميز يا كابتن امير ان انت فرقه عندك لعيبه محترفين كتير، 8 لعيبه في الملعب محترفين، لعيبه كوره بيقدروا ان هم يطلعوا بشكل كويس، لا انت مش هتطلع من 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 نص ملعبك، ومش هخليك تاخد المساحه ولا تاخد الحريه في عمليه البناء، وبالتالي انا عندي كواليتي وعندي لعيبه تقدر ان هي تحل لي الكلام ده، يا اما بيطلع بكره طويله يا اما الكره بتتقطع بس، وده مش من الاسلوب بتاعه كابتن احمد، يعني هو مش متعود العين على الكلام ده، يعني يمكن بيطلع بكره من تحت ومش متعود، مستحيل فرقه تضغطه تقعد تضغط 90 دقيقه بالشكل وبالمنظر ده. طبعا دي الخريطه الحراريه لاسامه ابو علي، التحركات بتاعته اثناء المباراه يمكن واحد من ابرز اللعيبه اللي كانت موجوده في النادي الاهلي، وهو سبب من ضمن الاسباب من وجهه نظري في مكسب النادي الاهلي النهارده، في كل حته يعني حاجه مجهود بدني على مستوى عالي. نفس الكلام برضو امام عاشور، التحركات بتاعته قريبه من وسام، بيتحرك في كل المناطق الهجوميه، يمكن ما شفناش امام خالص يا كابتن امير في نص ملعب النادي الاهلي، يعني في مواقف معينه بس او مواقف بسيطه، كل التحركات وكل الادوار الدفاعيه بتاعته والهجوميه كلها موجوده في نص ملعب فريق العين الاماراتي، واكتر لعيب حاول على المرمى. بس الشوط الاول كان تواجد ليه كتير جوه منطقه الجزاء، طبيعي بقى لان الشوط الثاني ما دخلش منطقه الجزاء غير الكره اللي هي الراجل كوامي ده قطعها منه الانفراد، هتلاقي بعدها برضو في نموذج كده احنا جايبينه والجون اللي جابه، يعني دي الهجمات اللي جابها امام عاشور واشتغل عليها في الدقيقه 5، اشتغل ثم بعد ذلك الدقيقه 24 وبعد كده الدقيقه 48 وبعد كده الدقيقه 55 وبعد كده الدقيقه 67 جون، الجول في الدقيقه 55 ومحاوله بعدها بشماله كده كانت برضو على الارض في واحده حسام كمان اللي خدها هاف فولي دي عليت في واحده ثانيه، لا دي اللي هي اخر واحده دي بعد الجول اللي على شماله اللي الجول طلعها اللي على الارض بالظبط يعني في واحده حسام اللي هو راح من الجنب قطم بيها اللي هي دخل بيها جوه ال 18 وحطها بس الجول طلعها، ما هو مميز في الحاجات ده كابتن كريم وكابتن امير. وبعدين عايز اقول لك على حاجه، انا راجل بلعب بلاي ميكر دلوقتي، فكره ان انا برضو ده الجول اللي جابه امام لو هنجيبها من البدايه بدات من عند اكرم توفيق، ممكن تجيبوا لنا الجول يا جماعه من البدايه، هو من عند اكرم راحت لحسين الشحات، بعد كده اسامه ابو علي طلع طاهر، كان طاهر بدا يظهر في المناطق الهجوميه، وبعد كده اشتغل على طاهر عملها على البعيد بعد كده اشتغل على امام عاشور برضو اللي اتحرك وقطع في ظهر الناس وكمل، ممكن واحد تاني غيره ما يوقف ما يكملش، لا يفضل واقف في نص الملعب ما يكملش هو، لا وسام طلع من البوزيشن قام هو واخد البوزيشن بتاعه، فدي ثقافه لعيبه ودي اللي بيفرق النادي الاهلي عن اي حد، خلي بالك النادي الاهلي بيشتغل بسيستم ومنظومه لعب جماعيه مختلفه عن اي فرقه موجوده في الدوري المصري، في فرق بتشتغل كويس جدا وفي فرق طورت من نفسها
بشكل رهيب، بس ما عندهاش استمراريه. الاستمراريه بتاعت النادي الاهلي بتتطبق على اي لعيب جديد او قديم، وبالتالي هو ده اللي بيميزهم يعني. طيب يعني حسام شرح لنا حاجات حلوه قوي فنيه وتكتيكيه داخل الملعب، لكن انا برضو في نواحي معنويه يعني غير النواحي الفنيه. هرجع كده بالذاكره قبل ماتش الزمالك في الامارات، ويا ريت مخرجينا يجيبوا لنا اللقطات دي. وامبارح في تدريب النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب وقف مع اللعيبه في الملعب وكان بيتكلم بنبره كده فيها جديه، وشفت وشوش لعيبه النادي الاهلي واقفين بيتلقوا التعليمات بتاعت كابتن ويسمعوا كلامه، وفي تركيز شديد حتى من كولر وكابتن محمد رمضان واللعيبه، يعني زملائي في الاخراج يجيبوا لنا اللقطات. واعتقد ان تدخل كابتن محمود الخطيب في اوقات معينه قبل البطولات المهمه بيفرق احمد وامير مع اللعيبه، وانتوا لعبتوا في النادي الاهلي وعارفين السيستم. ايه رايكم في القصه دي؟ زي ما انت بتتكلم يا كابتن كريم، كابتن خطيب اهو بص دي امبارح، دي امبارح في استاد القاهره في قبل المباراه بيوم. هو في ميزه كمان يا كابتن كريم في كابتن خطيب او مجلس الاداره اللي كانت موجوده قبل كابتن خطيب، لما كان عضو مجلس الاداره او نائب رئيس النادي من ايام كابتن صالح سليم وكابتن كابتن حسن حمدي، الفتره دي احنا كنا موجودين فيها، فطبيعي انك انت دايما مجلس الاداره في المواقف الصعبه بتلاقيهم بيتدخلوا، وبعدين بيشيلوا الضغوطات من على اللعيبه، وبعد كده بيتكلموا في حته ان دي بطوله مهمه، وما ينفعش النادي الاهلي بيلعب على التتويج دايما يخسر بطولتين ورا بعض، فانتوا خلاص عديتوا مرحله معينه كملت ببطوله ماتش السوبر، وعدينا المرحله بتاعت اهلي وزمالك، دي بطوله جديده افرو اسيويه، يمكن اول مره النادي الاهلي بي 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 يعني بياخد بطوله افرو اسيوي، في بقى عائد مادي، وفي هتلعبوا وتلعبوا في انديه عالميه، يعني كل ده انا عارف كابتن خطيب مرينا بكل الكلام ده، يمكن انا واحمد معدينا بيه، وده دوره بصراحه. واللعيبه كمان عندها مسؤوليه كبيره، يمكن اللعيبه بعد ماتش السوبر الافريقي قعدوا مع بعض، واكيد مجلس الاداره كابتن خطيب والجهاز الفني قعدوا مع بعض وخرجوا بره يعني القصه بتاعت الهزيمه دي وقفلوا الصفحه. ودايما حتى في انك انت لو بتكسب بتتقفل الصفحه وتبدا صفحه جديده، او في الخساره نفس القصه. ف انا شايف ان دي عامل معنوي كبير جدا، كابتن وجود كابتن خطيب مع اللعيبه اداهم حماس كبير جدا، وان الناس كلها بتتفرج واستغلوا الجمهور اللي موجود. يمكن سر كمان الضغط العالي بتاع النادي الاهلي، يمكن كل الناس ما كانتش متوقعه النادي الاهلي يلعب ضغط عالي، لان حاله لعيبه النادي العين ما كانتش في يعني ما كانش اللعيبه كلها ما كانتش هو النهارده كولر بوظ لهم لعبهم بالظبط، يعني الميزه بتاعتهم بالظبط زي ما حسام قال ان هم فرقه بتبني من تحت كويس، وعندهم لعيبه كوره في نص الملعب بتستلم وتعمل التحولات الهجوميه كويس، فالنهارده كولر ضغط من قدام، فاللعيبه بتاعت العين مش عارفين يخرجوا بالكوره، اما بكوره طويله ولعيبه الاهلي طوال بيقدروا رامي ربيعه وياسر ابراهيم، او بتتقطع في الجزء الامامي زي ما شفنا كده في اكتر من كوره. ده اللي كلمتك فيها كابتن كريم، ان هو دايما مستر كولر عنده رؤيه، او عنده بيستشف دايما الفريق الخصم اللي بيلعب قدامه بيلعب بطريقه عامله ازاي، انا هلعب بطريقه عامله ازاي، لكن هو بيريح نفسه من بدري، كونك ان انت تضغط عالي وتستخلص الكوره في الثلث الاخير من منطقتك، ان انت ممكن تبقى خطر على المرمى، زائد ان انت بتحجم لعب فريق العين، وهو درس فريق العين بشكل كويس. لكن اتكلم على لفتت او تواجد الكابتن الخطيب، انا دايما بتكلم على ما فيش افضل من الكابتن الخطيب ان هو يقف مع اللعيبه ويتكلم، مش مجرد رئيس نادي بس، ده لعيب كوره واسطوره كبيره واسطوره كبيره، فقيمه كبيره. فانت لما اللعيب كمان رئيس النادي يكون بحجم كابتن محمود الخطيب بتخليك كمان تركز حاسس باللعيبه، تحس بقى باهميه المباراه يعني. طبعا يا كابتن كريم، زائد يعني انا بقول لك برضو في بعض الاوقات هتلاقي تدخل الكابتن الخطيب في حسم صفقات هتلاقيه بيبقى ليه دور بشكل كبير جدا، وحسمها للنادي الاهلي. واللقطه دي قبل ماتش السوبر هناك في الامارات قبل ماتش الزمالك، هو دايما الكابتن ما بيبقاش حريص كمان ان هو يقعد معاهم دايما، يبقى الا في المواقف الحرجه او مواقف التوعيه. وانا شفت الكلمات ثلاث دقائق يعني توعية. ما خدتش بقى ربع ساعه وثلث ساعه، ثلاث دقائق بس. وهتلاقي الكابتن الخطيب دايما ما بيتكلمش في الكوره، ما بيتكلمش هنلعب ازاي والكلام ده، معنويا هو بيدي دافع معنوي. هو دايما الملكه اللي عند اوضه لبس النادي الاهلي ان انت بتعرف تقفل صفحاتك كويس، المبالغه في الفرحه دي مش موجوده، لان انت بعد اربع ايام عندك بطوله، بعد اربع ايام عندك ماتش مهم، فدايما دي الملكه اللي داخل اوضه اللبس، وفعلا اللعيبه بتبقى عند حسن الظن لان هي مسؤوله بشكل كبير جدا، وعارفه هي موجوده فين، دوافع الفرقه اللي دايما الكابتن الخطيب بيبقى حريص عليها. زي ما بقول لك ما فيش افضل من الكابتن الخطيب انه يتكلم يعني. طيب هسالكم برضو في نقطه ثانيه، في فتره كده ما كانش في مدير كوره في النادي الاهلي، ودايما النادي الاهلي على مدار تاريخه ساعه انا ما اتولدت وقبل ما اتولد انا يعني قريت في التاريخ وعارف قصه الاهلي ان دايما بيبقى في مدير كوره
فجت حصلت فجوه كده، مفيش مدير كوره بعد رحيل كابتن خالد بيبو اللي ادى موسم مميز جدا السنه اللي فاتت طبعا بنحييه عليه، وكان كابتن سامي قمصان القائم باعمال مدير الكوره، بس هو طبعا مدرب العام للفريق، فطبعا يعني غير لما يكون في مدير كوره يعني مش هقول متخصص، يكون مسؤول عن الملف ده، مسؤول عن الملف ده طبعا، ما يبقاش في حاجه تانية شغلاه. الفتره دي فرقت مع النادي الاهلي امير، والاهلي خسر من الزمالك، ولكن كان في حاله عدم انضباط شويه جوه الفرقه. يمكن بعد الماتش الزمالك في السوبر الافريقي حصل تغيرات اداريه في النادي الاهلي وعوده كابتن محمد رمضان، اعتقد جت بالايجاب على لعيبه النادي الاهلي وخد بطولتين في اسبوع. صح يا كابتن كريم، زي ما انت بتقول وجود كابتن محمد رمضان طبعا الناس ما تعرفوش، هو خبره كبيره جدا وقام بالدور ده كتير جدا جدا، حتى هو لما كان في قطاع الناشئين واحنا صغيرين كان موجود، عنده خبرات كبيره جدا ودرس بره وسافر. ويمكن من الحاجات اللي هي فيها تطور ان هو جاب معدي نفسي للعيبه، وده مهم جدا على فكره. لسه متعاقد مع كابتن عماد فاروق نجم النادي الاهلي في الكره الطايره. صحيح. وده يمكن مستر مانويل جوزيه، ايام مستر مانويل جوزيه كان عندنا برضو معدي نفسي كان موجود وفرق معانا جدا في بطوله افريقيا، يمكن اول بطوله كنا ناخدها في 2001 كان موجود، لان طبعا لعيبه عندها ضغوطات كبيره جدا، مشاركه كتير جدا، في لعيبه بتبقى مثلا اللي ما يلعبش بيبقى مضغوط فممكن يعمل مشكله، الحاجات دي اكيد هتفرق جدا. عايز اروح للنقطه اللي انت بتتكلم فيها كابتن كريم، اللي هي ما كانش فيه مدير كوره طبعا، يعني زي ما انت قلت كابتن سعد الحفيظ قعد فتره كبيره جدا كان مسؤول عن كل حاجه بتحصل موجوده، وغلاها في ماتش بعد اصابه الشناوي اللي في الخلفيه قبل كتفه، ان هو لعب ماتش كبير جدا في ماتش الوداد. خلاص هو ماتش الوداد ده بنى المصطفى نهائي افريقيا، مباراه الذهاب هنا في مصر بالظبط، بنى المصطفى خمس ست سنين ثقه لجمهور النادي الاهلي، ودي قليله جدا ان اي لاعب يخش في النادي الاهلي يدي ثقه من اول لقاء. رجع بعد كده شناوي بعد الاصابه بتاعت مصطفى ظهر بشكل كويس. ليه بقى يا كابتن كريم؟ اصابه شناوي في كتفه قعدت فتره كبيره شويه، خمس ست شهور. خمس ست شهور قدر مصطفى بتركيزه بشخصيته ان هو يستمر باداء كويس، كل ما يلعب ماتشات كامل بطوله افريقيا وكان من نجوم البطوله، لعب ماتشات مهمه جدا كاس مصر، نهائي كاس مصر ضد نادي الزمالك، خد ثقه كبيره جدا وادى ثقه كبيره جدا لجمهور النادي الاهلي. فانا شايف ان الشناوي عمل ماتش كويس جدا النهارده، مدي ثقه كبيره جدا للجمهور وللعيبه والجهاز الفني، اتعامل مع الماتش بتركيز كبير جدا وقاد المجموعه لعيبه النادي الاهلي من ورا بشكل كويس، فاعتقد ان هو خلاص بنسبه كبيره جدا رجع الثقه تاني للجمهور، لان خلي بالك وجود مصطفى وتالقه عمل ضغط كبير جدا على الشناوي الفتره الاخيره. يعني انت كنت رقم واحد، بقيت دلوقتي في حد بيزحمك بنفسك، بلس بقى انك انت عندك حمزه علاء كانت الناس كلها ما بتتكلمش عليه، وكان رقم ثلاثة هو كان مصطفى مخلوف، ما كانش حمزه تعلق مع المنتخب الاولمبي، تعلق مع المنتخب الاولمبي. يمكن النهارده كمان حته ان هو الولد عايزين يجددوا معاه في الفتره الاخيره، ولكن هو طبعا ما وصلوش لحل، واعتقد ان هو دماغه في ان هو ممكن يحترف، فدي برده ممكن تعمل مشكله لو الشناوي جاله عرض او جاله حاجه ان هو او ما جددش وهيكمل، بس اعتقد ان هو هيكمل. فانا شايف ان هو يعني النادي الاهلي يعني حظه حلو جدا ان انت بتتكلم في الشناوي رقم واحد، مصطفى شوبير متواجد في اي وقت النادي الاهلي او كولر ما عندوش مشكله خالص يلعب مصطفى شوبير، فانا شايف ان الشناوي قيمه كبيره جدا وادى بشكل كويس النهارده مع كل الكور اللي جات له يعني. طيب هنطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا عن فوز الاهلي النهارده على العين الاماراتي 3-0 في الانتر كونتيننتال، وايضا هنتكلم شويه كده على بدايه الدوري المصري بكره ان شاء الله، اللقاءين في بدايه الجوله الاولى من الدوري المصري، حرس الحدود هيستضيف سموحه وطلائع الجيش هيستضيف المصري بدايه الدوري المصري بكره، لكن هنكمل كلامنا كده، عندي بعض الاسئله عن الاهلي بعد الفاصل ان شاء الله، ونجيب لقطه كابتن محمود الخطيب مع محمد الشناوي في استلام الكاس، ان اللقطه عجبتني يعني، حسيت ان لعيبه النادي الاهلي بتحتفل بكابتن محمود الخطيب وبتدي له الكاس احتفالا وتقديرا للكابتن محمود الخطيب، او بتقدر كابتن محمود الخطيب وبتدي له بتكافئه كمان طبعا. نطلع فاصل ونرجع نكمل الحاجات اللي احنا قلناها دي.
طيب عايزكم بقى تختاروا لي نجم الماتش النهارده، احسن لعيب في الماتش، وهنشوف لقطه كابتن محمود الخطيب مع الشناوي ونعلق عليها، بس كل واحد يقول لي مين احسن لاعب في الماتش النهارده. حسام، انا شايف يعني اسامه ابو علي رقم واحد، وامام عاشور اتنين. صح، اسامه ابو علي النهارده هايل. احمد، انا بشوف، بص انا انا بحب اروح للفرقه يعني هي اللي بيميز، بس يبقى في واحد زمان اوف ذا ماتش اللي انت بتختاره كده رجل المباراه. يعني انا بشوف مروان عطيه كان دوره مؤثر بشكل كبير جدا في نص الملعب، دوره مؤثر بس في ناس كتير ما تحسش بيه، لكن احنا بتوع الكوره عارفين ان دوره مهم جدا، دوره مهم جدا لافساد هجمات لحاجات كتير جدا، تغطيه وقطع الكوره وحاجات كتير دايما. فانا انا بميل للاعب سهله كمان في نص الملعب، ما بيقلفش وما بيفزلكش، عنده ميزه كمان بيقرا اللعب قبل ما بيتلعب. يعني تلاقي كابتن احمد مثلا لعب ناحيه الشمال، هو نايل ناحيه الشمال، لا هو قاري ان الكره هتتحول دلوقتي وهتيجي هنا، فتلاقيه اصلا من بدري موجود، فبيقطع من بدري من غير فاول، بيوفر على نفسه يعني ده السهوله، فالموضوع بيبقى سهل بالنسبه له. انا بالنسبه لي مروان عطيه، والتاني لاعب بامام. امام، امير، الثلاثه اللي هم الكباتن قالوا عليهم، وسام، امام، مروان، ويخش معاهم رامي ربيعه. هم كلهم قايلين، بس يعني في حد بيبقى ظاهر قوي. انا شايف ان وسام برضو، وسام كويس، ولكن طبعا اللقطه الاخيره مع مستوى النهارده انا شايف امام وبعد كده وسام. اصل وسام كمان ايه النهارده، جونين يعني فيهم قرايه عاليه وتوقع وسرعه بديل، ذهنه مركز يعني الأخطاء. الجول الاول لو شفناه كده هو توقع وارى ان اللعيب يحيى نادر ده هيرجعها لحارس المرمى، فهو راح قبليها يعني توقعها ويش عجري. لا هو كمان ارى ان الراجل هياخد جسمه كده، أيوة يعني هياخد جسمه ناحيه الشمال مش هياخدها يمين، حط رجله، عشان كده حطت رجله دي سهلت عليه، ضحك عليها. فهايل بصراحه وسام، يعني وسام ابو علي من افضل الصفقات للنادي الاهلي كمهاجم من 10 سنين. دي حقيقه. بص كابتن، من ايام وليد ازار كمان، يعني هو اخر واحد بالنسبه لي مهاجم كان اجنبي محترف في النادي الاهلي جامد وليد ازار. بعد كده انت عارف كله بيسهل تحركاته بتسهل يا حسام اللي معاه الكوره هيبصها له ازاي. خلي بالك كابتن كريم برضو هو نفس ستايل ازارو، بس ده على اعلى، على اعلى يعني كواليتي في الكوره اعلى، وكباور وقوه اعلى. الفينش يا حسام، الفينش ممكن ازارو يروح مثلا باربعه يجيب، بس جه الفتره الاخيره قبل ما يمشي الاهلي كان جامد جدا بصراحه. طبعا خانق مع فايلر، خانق مع فايلر قبل ما يمشي، مش كان فايلر صح؟ كان فايلر نفس الضغطة لو تفتكر يا كابتن نهائي السوبر تقريبا لما ضغط على احمد مسعود في لحظة معينة كده، ماتش المصري، ماتش المصري، فهو بصراحة تعال نشوف بقى اللقطة دي، عشان اللقطة دي عجباني بصراحة. وليد سليمان ومتعب، فبس النهارده حتة انكار الذات اللي بتبقى عند كباتن الفرقة دي، دي اللي بتبقى من ضمن مقومات أوضة اللبس برضه يعني. طيب خلينا احنا خلاص يعني قدامنا خمس دقايق، خليني اخدكم بقى الماتشات بكرة في الدوري. عندنا ماتشين بدايه الدوري يا كابتن امير. الف مبروك اخيرا. الف مبروك يا كابتن امير. كفاره، بكره هنيجي نتكلم في الدوري. عوده الفتى الضائع، انا مش مصدق ان الدوري هيبدا بكره. انا كنت ناسي يا جماعه، اهم مسابقه في مصر، اهم مسابقه. انا كنت الواحد ناسي، الواحد قاعد بيحلم ان هي تبقى مسابقه. انا مبسوط قوي الدوري، عمال اتخيل فرحان، عايز انام بسرعه النهارده عشان اصحى اشوف الدوري بكره. ان شاء الله يكون دوري قوي، طبعا الدوري المصري طول عمره دوري قوي، وباذن الله يكون دوري مميز الموسم الحالي بشكله الجديد. وزي ما قلنا هتبقى يعني موسمين استثنائيين عشان نظبط تاني مواعيدنا ونظبط الامور، واتمنى ان هو لو الامور ظبطت معانا السنه دي يبقى موسم واحد ونرجع لشكلنا الطبيعي. 18 فريق دوري من دورين يعني. طيب في فرق بكره احنا مش عارفينها، يعني هتكلم في ماتشين بكره، حرس الحدود مع سموحه في استاد الماكس، وطلائع الجيش والمصري. حرس الحدود وسموحه، سموحه احنا عارفين الفرقه حافظينها مع الكابتن احمد سامي، بس الكابتن احمد سامي عمل صفقات جامده، جاب عبد الكبير الوادي وجاب اكتر من لعيب مميز جدا لنادي سموحه في الموسم الجديد. حرس الحدود فريق صعد للدوري الممتاز، كان هبط من موسمين وصعد السنه اللي فاتت للدوري الممتاز، وتولى تدريبه الكابتن محمد يوسف. محمد يوسف، شايفين الماتش ده ازاي يا امير؟ الحرس وسموحه. بص يا كابتن كريم، دايما بدايه الدوري بتبقى صعبه جدا، الفرق بتبقى كل فريق مدعم بلعيبه، الانسجام حسب انت بقى الانسجام اللعيبه مع بعض مع المدير الفني الجديد. عندك سموحه زي ما انت قلت ان هم عندهم جهاز فني مستقر في الحته الفنيه، احمد سامي، وعنده لعيبه كويسه ودعم بلعيبه كويسه جدا مميزه. شايف الماتش هيبقى صعب،
موضوع ملعب حرس حدود ده بيبقى برضه صعب. استاد الماكس. استاد الماكس صغير. انك انت تقدر برضه في اول لقاء في الدوري بتبقى الامور صعبه. لكن انا شايف ان القصه ماشيه في صالح سموحه كخبره وك موجودين على طول. طيب احمد علي من اسكندريه بقى الفرقتين تبعت سموحه والحرس سريعا كده قول لي رايك ايه؟ اكيد حرس حدود دعم طبعا وبتواجد الكابتن محمد يوسف، لكن انا بشوف حاله الانسجام مش هتبقى في اول مباراه زي ما انت بتبقى بعد خمس ست مباراه. لا عشان كده خلي بالك السنه دي الدوري من اول ماتش الدور الاول مهم جدا، لان الدور الاول هيصنف فريق هيلعب على البطوله ولا فريق هيلعب على الهبوط. ما انت عارف يا كابتن كريم الماتشات من اول ماتش مفيش حاجه اسمها جس نبض وعقبال ما الفرقه تنسجم. الدوري السنه دي شكله مختلف. ماتشات انا بشوف اللي هيقدر يلم اكبر عدد من النقاط بدري هو ده اللي هيرتاح بدري. عشان كده بقول لك انا ممكن بكره بنسبه كبيره هتلاقي كفه سموحه ارجح، لان برضو حرس حدود لسه داخل دوري ممتاز، لكن سموحه متمرس بشكل كبير جدا مع كابتن احمد سامي. طيب حسام سريعا برضو سموحه والحرس. يعني سموحه ممكن على الورق مستعد اكتر من الحرس. الحرس يمكن ما عملش صفقات كتيره الاستعداد. جاب محمد اشرف رؤى وجاب ايزي ايميكا ده فريق الحرس. اغلبيه اللعيبه اللي راحت الحرس طبعا معاهم كابتن يوسف من المدربين الكبير. توقف اربع شهور عشان مضى في ناديين. هو راح الحرس بس موقوف اربع شهور. عمرو جمال في الحرس. عمرو جمال. محمد فاروق اعتقد. فاروق برضه هو جاب يعني. ما هي دي النقطه كابتن امير، يعني كابتن يوسف طبعا مدرب كبير والحرس طبعا فرقه كبيره في الدوري وفرقه متمرسه، بس هي الفكره ان ممكن يبقى عليهم ضغوطات السنه دي شويه طالعين من الدوري المحترفين للدوري الممتاز. زي ما كابتن كريم بيقول ان الدوري السنه دي صعب، فلو ما عندكش سكواد كويس يقدر يسعفك هتبقى الامور صعبه. فانا شايف ان سموحه اقرب استعدادها اكتر، حتى اللعيبه اللي راحت سموحه اغلبها كان بيلعب اصلا في الانديه بتاعته فجاهزين يقدروا ان هم يشتغلوا. طيب عشان انا صعب يعني انتوا بترجحوا سموحه على الحرس شويه. سموحه. طيب بالنسبه للمصري والجيش الفرقتين دعموا، والفرقتين اساسا من السنه اللي فاتت المصري فرقه رابع دوري بيلعب كونفدراليه وعمل بعض الصفقات الجديده وطلع الجيش كمان دعم كتير. قول لي نتيجه يا حسام المصري وطلع الجيش في استاد السويسي الجديد. لا انا يعني شايف المصري اقرب. المصري اقرب يعني. الميزه بس السنه دي المصري عن السنه اللي فاتت ان هو جاب كل التدعيمات والصفقات في الاماكن والمراكز اللي هو كان محتاجها عكس السنه اللي فاتت، فدي هتدي له افضليه وداخل بدوافع كويسه يعني. مصري ولا طلائع الجيش؟ هو المصري هيلعب في برج العرب ولا السويس؟ لا هيلعب في برج العرب الاهلي والزمالك والاسماعيلي بس، بقيه الماتشات كلها في استاد السويس. لا انا بشوف الاستقرار والحاله اللي عاملها الجيده مع كابتن علي ماهر الموسم الثالث على التوالي، اعتقد ان كفه مصر هتبقى ارجح وبتوقع النتيجه تبقى 2-0 للمصري. امير عبد الحميد زي ما الكباتن قالت ان المصري مدعم وعنده استقرار فني مع كابتن علي ماهر ماشي بشكل كويس جدا والطلائع نفس القصه، لكن اعتقد ان المصري ممكن يكسب 2-1 لان الماتشات دي تبقى صعبه جدا والجيش برده بيبقى ند النادي المصري. ممكن خلي بالك دايما الجيش بيعمل ماتشات كويسه على المصري. بالظبط. انا يعني فاكر كده اكتر من مباراه الجيش دايما مش عايز اقول كعبه عالي بس ماتشاته مع المصري تبقى حلوه حتى المكسب بيبقى بصعوبه يعني. لكن اللعيبه والسكواد اللي موجود في المصري اكيد كفته ارجح يعني. طيب خلينا نشوف ايه اللي هيحصل بكره بدايه الدوري المصري. مبروك للنادي الاهلي النهارده، يوم سعيد للكره المصريه وللنادي الاهلي، فوز كبير على العين الاماراتي 3-0. ان شاء الله بالتوفيق للنادي الاهلي في الدور القادم من بطوله الانتر كونتيننتال، وهتكون امام الفائز من بطوله الليبرتادورس بطل امريكا الجنوبيه مع بطل امريكا الشماليه اللي هو فريق باتشوكا المكسيكي. هتكون المباراه يوم 14/12 ان شاء الله في قطر في الدوحه باذن الله. وبكره بقى نتابع الدوري كده مع بعض، وبالليل نتكلم على ماتشات الدوري ان شاء الله، مباراه حرس الحدود وسموحه ومباراه طلائع الجيش والمصري. بشكرك يا حسام. حبيبي يا كابتن مصر. بشكرك يا ابو حميد كابتن احمد عادل. حبيبي يا كابتن. كابتن امير والف مبروك للاهلي النهارده. حبيبي. والبطولات الخارجيه ماشي لكن الداخليه فيها كلام. سعيد انا كنت موجود مع حضرتك النهارده. نورتوني حبيبي يا كابتن. نورتوني يا امير. حبيبي يا كابتن. حبيبي يا حسام. حبيبي يا كابتن. بشكر كمان كل طاقم العمل في كوره كل يوم، ونتقابل على خير بكره ان شاء الله.